السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معايا متابعيني الكرام، فيديو جديد فضلا وليس أمرا، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وجزاكم الله خير. الملك النبي الذي حكم الأرض من مشرقها لمغربها، فلم يؤتي الله إنسانا قط ملكا كملكه وحكما كحكمه وسلطة كسلطته. فهذا الملك يتحكم في الحيوانات والحشرات، في البر والبحر، في الطيور، في الجو والأرض، في الرياح، فيسخرها ليحرك الأنهار والبحار والسحب، وحتى الجن أصبحوا خدما له وجيشا له، وأتبعه بني البشر بأعداد مهولة لا حصر لها. إنه ملك ملوك الأرض الذي كان يرى ويتكلم ويتحدث مع ملاك الموت. إنه نبي الله الملك سليمان، النبي ابن النبي، فهو ابن سيدنا داود عليه السلام، فورث العلم والحكمة. ولد في مدينة القدس بفلسطين، وعاش نحو 52 عام. عاش أغلب حياته في بيت المقدس، وبدأ بتشييد إمبراطوريته العظمى من هناك. إمبراطورية الخير والرخاء أصبحت أغنى بقعة في كوكب الأرض بفضل قدرات سيدنا سليمان الخارقة. فكان يسخر الرياح تجلب الأمطار وتروي الأرض، فتنبت الأرض بخيرات لا حدود لها، ثم يسخر الحيوانات فيكون ثروة حيوانية تسد عيون الشمس، ترعى وتأكل وتتكاثر في الأرض الخضراء الساشعة. ثم سخر الجن فأصبحوا خادمين له، منهم الجن البناؤون الذين شيدوا له القصور والمعابد ونحتوا له الجبال فوق الأرض والأنفاق تحت الأرض، ومنهم الجن المنقبين الذين استخرجوا له ثروات الأرض من باطنها ومن بحارها ومن كل بقعة على الأرض، فأتوا له بكنوز من الذهب واللؤلؤ والمرجان أكبر من أي كنز قد تتصوره أو تتخيله. منهم جن المعرفة، وهؤلاء أطلقهم سيدنا سليمان ليجمعوا له معرفة الكون من البشر والجن والشياطين وكل الكائنات الأخرى، ويجمعوها له في كتب ومجلدات، إلى أن وصل إلى أن سيدنا سليمان جمع كل معرفة الأرض التي نعرفها ولا نعرفها حتى الآن. ومنهم الجن المحاربون، وهم الجن الذين انضموا بأعداد تفوق الخيال لجيش سيدنا سليمان في حروبه مع القوم الكافرين. ومنهم حراس الإمبراطورية ومعابده وقصوره من الغزاة أثناء غيابه. ومنهم الجن الصناع الذين كانوا يصنعون له الأسلحة ويزيبون الحديد والنحاس له لصناعة الأسلحة والدروع والأبواب المصنعة من الحديد وتدعيم الجدران بالحديد والنحاس. ذكر سيدنا سليمان في القرآن 16 مرة في 6 سطور مختلفة، سورة البقرة والأنعام والنمل وسبأ وصاد، قصة سيدنا سليمان مع ملاك الموت. بعد أن طلب سليمان من الله أن يرى ملاك الموت، أراه الله ملاك الموت، فكان يأتي ملاك الموت ليجلس مع سيدنا سليمان في كل يوم خميس. فأحد الأيام كان يجلس مع وزرائه، فدخل عليهم رجلا ضخم البنية حد الملامح بعيون ثاقبة وكأنها من الجحيم، يرتدي الأسود. دخل ورمى السلام وبدأ الحديث مع سيدنا سليمان، والحضور لم يعرف الوزراء أن هذا هو ملاك الموت. فكان ملاك الموت يتحدث مع سيدنا سليمان تارة وينظر لأحد الوزراء لفترة من الزمن. وتكرر هذا الأمر كثيرا. حينما ذهب ملاك الموت، أتى الوزير وسأل سليمان من هذا الرجل، فأخبره أنه ملاك الموت. فزع الوزير فزعا شديدا، وطلب الوزير من سيدنا سليمان أن يسخر له الرياح فتنقله إلى الهند. فأمر سليمان أن تحمل الرياح فتذهب به إلى الهند. وفي اليوم أتى ملاك الموت على غير العادة لسيدنا سليمان، فسأله: قد كتب بالأمس عندي وأظللت تنظر لذلك الرجل نظرا طويلا، ففزع منك، فأمرت الرياح أن تحمله إلى الهند، فلماذا كنت تنظر إليه؟ فرد ملاك الموت: حينما أتيت بالأمس وجدت هذا الرجل عندك، وقد كنت قد أمرت من الله أن أقبض روحه بعد فترة قصيرة في بلاد الهند، فلما رأيته عندك تجنبت متى سيصل هذا الرجل إلى الهند، فمسيرة الهند تأخذ شهور وأجله كان اقترب قصيرا.
لذلك كنت قد نظرت إليه بتعجب، ولكن كان علي أن أنفذ ما أمرت به. فذهبت في الوقت المحدد لقبض روحه، ووجدت فقبضت روحه. فتعجب سيدنا سليمان من هذا، فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان الله، عندما رأى الوزير ملك الموت هرب من الموت إلى مكان قبض روحه وهو الهند، فذهب إليه وقبض روحه. لا مهرب من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وقوفا عند حدودك. اللهم حياة على الإيمان والعمل الصالح، على توحيدك وسنة نبيك، على ما تحب وترضى. وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش تصلوا على النبي الغالي، ولايك حلو منكم للفيديو. شوفكم فيديو جديد بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله.